نبتدي منين الحكاية؟ نبتدي من امبارح ولا نبتدي من الفترة الأخرانية؟ كنت بقول في بداية الحلقة إنه الحقيقة يمكن أكتر من إحساس الناس إنها زعلانة إن إحنا فقدنا امبارح نقطتين غاليين جدا في سباق الصراع على مقدمة الدوري، إن إحنا قلقانين أكتر كمان من اللي جاي، وخصوصا إن اللي جاي هيبقى مواجهات صعبة في بطولة الكأس القديم وفي بطولة الدوري. فالحقيقة محتاج أسمع وجهة نظر كابتن مشير، شايف كيرف الأداء ليه في تراجع، مش بس في الفترة دي لكن حتى في الفترة اللي يمكن قبل ما يمشي بيستر موسيماني. النتائج الحقيقة ونزيف النقاط بدأ الحقيقة يمكن قبل ما موسيماني يمشي بحوالي 5 أو 6 ماتشات. وجهة نظر أنا الشخصية إن اللعيبة ذات نفسها في إجهاد شديد جدا على اللعيبة، وده اللي يكون في عونهم برضه، لأن إحنا عندنا في مصر أو الترتيبات في مصر الجدول أو بتلعب كاس مع كاس، بتلعب دوري، بتلعب بطولة أفريقية، بتلعب منتخب مصر بيلعب كاس العالم تصفيات، فده كله جاي عبء على اللعيبة وجاي كله فيه ضغوط. أيوة. واللعيبة بتلعب كل ثلاث أيام مباراة، فطبعا ده مش مبرر ان انا لا، انا بس عايز افهم الناس ليه المستوى بيتراجع، لان ما فيش لعيب في العالم، احنا شايفين الدوريات الاوروبيه خلصت واللعيبه دلوقتي فري خالص، اللي بيصيف اللي بيأدي اجازه مع اسرته، سوق الانتقالات شغال، الناس بتبيع وبتشتري وبتحضر للموسم الجديد، فدي اكيد طبعا بتاثر على اللعيب المصري، مش بالذات على النادي الاهلي. البطولات اللي انا كلمت حضرتك فيها دي، النادي الاهلي مشارك في كل البطولات دي، يعني ما فيش نادي مشارك في البطولات دي كلها، كامل البطولات الكبيره دي في سنه واحده، فدي في عبء على اللعيبه، وده طبيعي جدا يبقى في تراجع في المستوى. بس مش معنى ان في تراجع في المستوى لا، احنا النادي الاهلي متعودين، او الجمهور او الجمهور البسيط مش فاهم الكلام ده كله، بس احنا بنحب نوضح له عشان يبقى في عذر شويه للعيبه. الجمهور عايز النادي الاهلي على طول يكسب. انتوا بتهيالي انتوا يمكن انت اشتغلت مع مديرين فنيين اجانب كتير، يعني الفتره بتاعتك اللي انت كنت بتلعب فيها عدى عليك اكيد الان هاريس، تشابل، راينر هولمان، مع النادي الاهلي بتكلم، واكيد طبعا كان في مديرين فنيين مصريين، لكن اكيد طبعا الاعداد والتحضير للمواسم كان بيبقى مختلف تماما عن الثلاث مواسم الاخيره اللي احنا عشناهم. انا فاكر كويس جدا بعد البريك او بعد فتره الراحه الصيفيه كان في معسكر اعداد، في اوقات كتيره جدا الاهلي كان بيطلع يلعب، يعمل معسكرات بره، يلعب ماتشات وديه مع فرق بره في انجلترا وفي المانيا وفي رومانيا. اعتقد الوقت اللي انت كنت بتلعب فيه كان مختلف تماما عن الفتره اللي احنا عايشينها دلوقتي. طبعا كان بيبقى في فتره راحه، كان بيبقى في فتره اعداد، كنا على طول بنسافر المانيا وهولندا. المانيا كنا نعمل فتره الاعداد بتاعتنا، رومانيا كنا نروح نلعب بطوله هناك وديه، فده كله بيبدا الموسم من بدايه فتره الاعداد. ليه؟ لان انت بتاخد فتره راحه، فتره الراحه دي بتعمل فيها كل الاستشفاء بتاعك، كل الراحه بتاعتك، بعد كده بتيجي تخش بقى على فتره الاعداد. فتره الاعداد دي عامله زي الايه، احنا كنا بنسميها زمان زي الجرعه، لازم تاخدها عشان هي لا توقفك على رجليك طول السنه. طول السنه، فدي كانت موجوده معانا كل سنه. ما عدتش عليك في اي فتره او يعني في اي مرحله كنت بتلعب فيها انه كان في موسمين مضغوطين او موسمين متلاحمين مع بعض؟ لا، دي ما عدتش على الجيل بتاعنا خالص. كنا كل سنه زي ما انا بقول لحضرتك كده، لازم يبقى في فتره راحه، لازم يبقى في فتره نقاهه، لازم يبقى في فتره اعداد. دي كانت بتخلينا كلنا كلاعيبه واقفين على رجلينا، كان ما كانش فيه انخفاض في المستوى، لان احنا واخدين فعلا فتره الاعداد من بدايه صح. تمام.